FM. الكلمة ليك. الإرهاب فما فرق كبير بين ما كان معناه سياسة المتبعة أثناء ذلك عند رئاسة الجمهورية رئيس المرزوقي أو يعني توجهات المركز التونسي للدراسات الاستراتيجية وما يحدث اليوم. اليوم أنا سمعت نكتة يعني في أحد المواقع الإلكترونية يقولوا أنه الدراسة اللي قام بها المعهد ضاعت في أرواقة الحكومة فمشكون خباها. هذه اللي سلمها يعني رسميا الوزير السابق رئيس الحكومة السابق يعني المهدي جمعة إلى رئيس الحكومة الحالي الحبيب بالصيد. اليوم يقولوا أنه ضاعت في أرواقة يعني هي دراسة سلمت بصفة رسمية في كتاب مرقونة مغلف إلى غير ذلك. هذه هذه نكتة. اليوم نسمع تداخل في المهام، نسمع أن وزير الخارجية عنده خلية لإعداد استراتيجية لمكافحة الإرهاب وأعدها ووزعها على باقي الوزارات. يعني اليوم بالعكس يعني مش فقط ما فماش استراتيجية بل فما تداخل في المهام، والشخص اللي مش مهمته أنه يعمل استراتيجية يعمل فيها، ففما يعني عدم تناسق داخل هذه الحكومة. رحموا على المرأة. كابا فان الكلمة ليك.